النار. والجنة والنار خلقتا وهما الآن مخلوقتان، وهذا مذهب أهل السنة، وخالف في ذلك المعتزلة والقدرية، قالوا ليستا مخلوقتين الآن، وإنما تخلقان يوم القيامة عند الحاجة إليهما. وقالوا لما طولبوا بالدليل على هذه الدعوة التي خالفوا بها أهل السنة، قالوا إن خلقهما قبل الحاجة إليهما عبث، والله سبحانه منزه عن العبث. قالوا لو أن ملكا من الملوك بنى قصرا وجعل فيه من أنواع المآكل والمشارب والمصالح والمنافع، ثم أغلقه ومنع من دخوله وتركه مغلوقا خاليا على عروشه آمادا متطاولة وقرونا بعد قرون، ولم يبح لأحد دخوله، لكان هذا الفعل منه أعظم العبث، ولكان للعقلاء سبيلا إليه في الإنكار عليه والاعتراض عليه. فبهذا الرأي البارد وبهذا القياس السخيف اعترضوا على الآيات والأحاديث الدالة على أن النار والجنة قد خلقتا. قال ربنا سبحانه واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال ربنا سبحانه واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال ربنا سبحانه سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال ربنا سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أن لهم، اللام هذه تسمى لام التمليك. ما الذي يملك؟ يملك المعدوم أو يملك الموجود؟ لابد أن تكون موجودة لتملك. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وتقدم في هذا الكتاب المبارك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها قالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، إلى آخر الحديث. روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب جبريل فنظر فرجع فقال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفها ربنا سبحانه بالمكاره وقال يا جبريل اذهب فانظر، فذهب فنظر فقال يا رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. فلما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر، فذهب فنظر فقال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات وقال يا جبريل اذهب فانظر، فذهب فنظر فقال يا رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. نسأل الله العافية. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل يا جبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، فقال جبريل لم يضحك ميكائيل مذ خلقت النار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولذلك صار العلماء يذكرون هذا الباب في عقائد أهل السنة، ينصون عليه فيما يصنفون من كتب العقائد. قال ابن أبي زيد رحمه الله في مقدمته التي في العقائد التي قدم بها في الرسالة في هذا الصدد، وأن الله عز وجل قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، إلى أن قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه.